بسم الله والصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لفتة إنسانية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذه المواقف البطولية في حقوق الإنسان الحقيقية وقت الأزمات، في دعم لا محدود لمواطنيها بالداخل والخارج، توفير المواد الأساسية والوقوف على كل التفاصيل للمواطن المقيم على علاجهم، وشملت حتى المخالفين نظام الإقامة. ونشكر جميع القطاعات الحكومية في المشاركة، وحفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين.